السلام عليكم مشاهدينا الافاضل، نشرة اخبار الرياضه من الجزائر نيوز، والبدايه بابرز العناوين. قرعه دوري ابطال افريقيا لكره القدم تضع الانديه الجزائريه في مجموعه واحده، وتباين في ردود الافعال. في منافسه كاس الاتحاد الافريقي، القرعه تفرج عن مواجهتين ناريتين بين الاهلي المصري والافريقي التونسي والنجم الساحلي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي. الدولي الجزائري اسحاق بلفوديل يعطي موافقته المبدئيه للالتحاق بنادي طرابزونسبور التركي. في ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، يوفنتوس الإيطالي يحسم قمة يوفنتوس ستاديوم لصالحه أمام ريال مدريد ويبقي باب التكهنات مفتوحا. برشلونة وبايرن ميونخ ينهيان التحضيرات لموقعة الكامب نو في غياب ماتيو من جانب برشلونة وعودة ليفاندوفسكي من النادي البافاري. مشاهدينا اهلا بكم. اوقعت القرعه الخاصه بدوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا لكره القدم الانديه الجزائريه في مجموعه واحده، وهو ما يعني ضمان الجزائر لمقعد واحد في المربع الذهبي. امين بن مهني. في حضور عربي يعد الاكبر في اعرق وامجد كؤوس القاره الافريقيه على صعيد الانديه، وفي تكرار لسيناريو نسخه 2007 مع بعض الأسبقية التاريخية كتواجد ثلاثة أندية من بلد واحد، شرف حظيت به الجزائر، بالإضافة إلى كون فرق مولودية العلمة وسموح المصري والمغرب تطواني تخطو أولى خطواتها في دور المجموعات. جرت مراسم سحب قرعة دور المجموعتين لدور أبطال إفريقيا بمقر الاتحاد الإفريقي للعبة بالقاهرة، وبحكم أنه بطل المسابقة لمرتين آخرها في النسخة الفارطة، فقد تم وضع وفاق سطيف على رأس المجموعة الإفريقية الثانية، مجموعة إفريقية جاءت بنكهة جزائرية خالصة بعد وقوع مواطنيه اتحاد العاصمة العائد لهذا الدور بعد غياب دام لقرابة 10 سنوات ومولودية العلمة في ذات المجموعة إلى جانب المريخ السوداني، وهو ما يعني حسابيا ضمان مقعد جزائري على الأقل في المربع الذهبي. تاريخ وعراقة سيد الكرة الأنغولية تيبي مازامبي في الشامبيونز ليج بدليل ألقابه الأربعة أهله لأن يوضع على رأس المجموعة الأولى إلى جانب الممثل الثاني لدولة شمال السودان الهلال، وما بينهما سيحاول سموح المصري والمغرب تطواني السير على خطى العملاقان الأهلي والرجاء. صحيح أن دور أبطال إفريقيا سيكون الأقل جلبا للأنظار منطقيا بحكم توالي كبار القوم عن مشهد دور المجموعة من جهة، ولتاريخ سجل الأندية المتوج باللقب الأغلى قاريا على مستوى الأندية مقارنة مع فرق الكاف، لكن الإثارة لم ولن تخلو من مسابقة تعتبر بوابة العالمية. وفي ردود الأفعال حول القرعة، قال رئيس وفاق سطيف حسن حمار في اتصال هاتفي مع الجزائر نيوز أنه كان يتمنى عدم وقوع الأندية الجزائرية في مجموعة واحدة، مؤكدا أن فريقه سيسعى جاهدا للحفاظ على اللقب. الفرق الجزائرية ما يكونوش في مجموعة واحدة أساسا، وما يكونوا زوج فرق في المجموعة وفريق آخر يكون في المجموعة أخرى، أكيد باش الفرق الجزائرية تكون فيها. لكن هذه القرعة حنا رايحين ندافعوا على التاج تاعنا اللي حصلنا عليه في سنة 2014 النسخة الأخيرة، نروحوا حنا إن شاء الله حنا وكاشي
ونادي من نوادي الجزائرية اللي احنا في المجموعة، ناخذ النصف النهائي لما لا يكون نهائي جزائري يابني ان شاء الله. ديجا الحاجة الأولى لازم نروحوا للنصف النهائي، نلعبوا النصف النهائي ومن بعد يكون كلام آخر، دونك طول ما ما يقولوش الواحد نروحوا نلعبوا النصف ان شاء الله ست مقابلات تاعنا، ما يخرجش عليك بلي بغايا خمس مقابلات يعني في الجزائر اللي نلعبوهم، ومقابلة واحدة اللي نلعبوها في السودان. إن شاء الله نسير مقابلة ونأخذ النصف النهائي وبعدها يكون كلام آخر إن شاء الله. من جهته قال المنسق الفني لاتحاد الجزائر حجاد لان فيما يخص القرعة أن الأهم هو تجنب السفريات الشاقة واللعب داخل الديار الذي يصب في مصلحة الأندية الجزائرية. رأينا نظن بلي التراج التراج وصور فالو بيرمتر باش نلعبوا المباريات تاعنا هنا في الوطن وما نخرجوش، يرا عندي بلاصمون للسودان جو بونس كي تي ان افونتاج بارابور بارابور كلوب اللي مازال ما كملوش الشامبيون اللي بداو براتيكمون لا بريباراسيون اونسومبل كيما حنا والصيف والعلمة اون تيرميني الشامبيون كاع لا ميم لا ميم بيريود اي بان يرا براتيكمون لا ميم مومون دو بريباراسيون. C'est une opportunité, c'est vrai que c'est un avantage, mais il faut qu'il exploite l'avantage. Il faut le préparer convenablement sur le terrain, on sera prêt le 26 inchallah juin. أما الشارع الجزائري فقد أبدى إعجابه بنتائج القرعة بما أن أحد الفرق الجزائرية على الأقل سيكون حاضرا في الدور المقبل. حاجة مليحة اليوم، أمر تيراج حاجة مليحة. وأمر اسمه اللي كما يقولوا الحدود تاعهم سيكون. نفافوري لوسما وستيف سي نورمال اكسبيريونس على في هذه الامور وتقعد المريخ معاهم تروازيام ميم العلمه عن ايكيب مليحه تقدر دير حاجه في انا شغل عجبني التيراج هذا خاطر باش يكون كيما يقول لك لا لي روتور يكون لهنا في الجزائر ما كان له حتى نقول شغل خارج الجزائر ديبلاسمون ولا شغل يساعدهم على الديبلاسمون وتانيك لي زيكيب يتعرفوا بيناتهم. حنا ما نقولكش شكون راح يطلع، حنا تمنينا ثلاثه يطلعوا بصح ان شاء الله يطلعوا زوج الكاري تاع كيما يقول لك الدومي فينال وان شاء الله وحده فيهم تديها يا اخو. كان زعما كل وحده طاحت في جروب تخاف اسمها لي جروب اللي طاحوا فيهم وكل وحده متكاليفه، فهمت كيفاش؟ سما ما حطاهم في ثلاثه في جروب، في الجروب يتكاليفوا زوج نورمالمون، بس ما وحده يضمنوها باللي تكاليفه، فاهم؟ اسما ما يخسروا كامل الوحده تكاليفه هذه هي. كي طاحوا بين ثلاثه صافي ضمننا زوج باللي يروحوا ان شاء الله، يا لي اسما يا سطيف يا العلمه، كاينه وحده اليميني معليش، زوج ان شاء الله يكونوا فينال هادو اللي طلعوا، حاجه مليحه يا خو، كاين ثلاثه اللي زيك في الجزائر راهم تشامبيونز ليغ، حاجه مليحه. هاجم المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني الجزائري رباح سعدان هاجم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وحمله ما وصفه بمهزلة قرعة دور المجموعتين التي أوقعت ثلاثة أندية من بلد واحد في مجموعة واحدة. وقال سعدان لوكالة الأنباء الألمانية إن ما حدث لا يشرف الاتحاد الأفريقي الذي كان يتعين عليه إيجاد مخرج حتى لا تقع أندية البلد الواحد في نفس المجموعة، مضيفا أنه لم تمر مثل هذه القرعة في مسابقات الفيفا أو الاتحاد الأوروبي يويفا، مشيرا في ذات السياق إلى أن الاتحاد الأفريقي افتقد للاستراتيجية وكان عليه تغيير نظام القرعة حتى لا يقع في مثل هذا الحرج. بعد سيناريو كأس أمم أفريقيا 2017 ها هو سيناريو جديد مشابه لهيئة عيسى حياتو في منافسة رابطة أبطال أفريقيا التي وضعت ثلاثة أندية جزائرية في مجموعة واحدة، ما يكشف عن سوء التنظيم والتسيير على مستوى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. زكريا حبشي والتفاصيل. Il s'agit bien du détenteur du titre l'US Sétif d'Algérie qui rejoint donc le groupe B. Il s'agit de l'USM Alger. هل سيكون نهائيا جزائريا خالصا؟ ولماذا لم يجد الكاف مخرجا لنفسه من أجل تفادي وقوع ثلاث أندية من بلد واحد في نفس المجموعة؟ إجابة وجدناها عند المدرب السابق رباح سعدان عندما صرح لوكالة الأنباء الألمانية قائلا أن الكاف ارتكب مهزلة أخرى وأثبت أن جهازه يفتقد للاستراتيجية. هرد عراس رئيس مولودية العلمة سار على خطى سعدان مصرحا أنه تعود مثل أي جزائري على مسرحيات الاتحاد الإفريقي الذي أثبت أنه يتحامل على كل ما هو جزائري.
بعيدا عن مشاكل هيئة حياة وبمبدأ مصائب قوم عند قوم فوائد، أرادها مدرب وفاق سطيف خير الدين ماضوي الذي أكد أنه سيتجنب رفقة فريقه السفريات الشاقة إلى أدغال إفريقيا، موضحا أنه ارتاح للقرعة ومحذرا من مغبة التهاون أمام المريخ السوداني الذي تمكن من إقصاء قطب الكرة التونسية الترجي الرياضي. المنسق الفني لاتحاد العاصمة حاج عدلان اعتبر أن القرعة بمثابة الفرصة للتحضير الجيد لكل المباريات، خاصة التي تلعب أمام الأندية الجزائرية، عدا التنقل الوحيد إلى السودان. وإن لم تنصف الكاف الجزائر إلا أن هناك معطيات تصب في مصلحة الأندية الجزائرية التي ستضمن مقعدا أو مقعدين في مربع كبار إفريقيا، ولما لا في نهائي أغلى كؤوس القارة السمراء. يعود اتحاد الجزائر إلى رابطة أبطال إفريقيا من بابها الواسع بعد تأهله إلى دور المجموعات لرابع مرة في تاريخ النادي، ليعتبر بذلك الفريق الأكثر تأهلا لهذا الدور وصاحب أكبر عدد مباريات المنافسة الأغلى إفريقيا على مستوى الأندية. التفاصيل في هذا التقرير لسونيا منصوري. الكبير يتأخر لكنه لا يغيب، هو اتحاد الجزائر العائد إلى منافسة الكبار بعد 11 سنة من الغياب، غياب أدهش كل من يعرف هذا النادي العريق، كيف لا وهو الفريق الأكثر مشاركة في رابطة الأبطال بصيغتها الجديدة. أبناء سوسارة يعتبرون الأكثر بلوغا لهذه المنافسة التي كان أول ظهور لها عام 1997 حينها بلغ الاتحاد دور المجموعات يعود ويتأهل من جديد موسم 2003-2004 أين أخصي في الدور الربع النهائي، يكون بذلك الاتحاد الفريق الأكثر بلوغا لدور المجموعات ومتقدما على وفاق الصيف وشبيبة القبائل أصحاب المشاركات الثلاث لا أكثر. الاتحاد النادي الجزائري الأكثر مشاركة في رابطة الأبطال من حيث عدد المباريات، إذ لعب العاصميون أمام نادي كالوما الغينية مباراتهم 48 في هذه المنافسة الأغلى إفريقيا على مستوى الأندية، وضمن الوصول إلى المباراة الرقم 54 حيث سيلعب 6 مباريات في دور المجموعات. مباراة أبناء سوسارة أمام كالوما الغينية تعتبر المباراة رقم 88 على المستوى القاري، ووصل إلى المباراة 94 في القارة السمراء بمختلف المنافسات السابقة، والأكثر من هذا هو بلوغه المباراة رقم 118 على المستوى الدولي، حيث سبق للاتحاد اللعب بالإضافة إلى المنافسة الإفريقية منافسات عربية، وكذا كأس الاتحاد المغربي نهاية الستينات وبداية السبعينيات، وسيكون بإمكانه الوصول إلى المباراة 24 بعد 100 على المستوى الدولي بعد أن يخوض مباريات الدور القادم. فإن كان الاتحاد في مشاركته الحالية في مهمة إنقاذ الموسم بعد إخفاقه في البطولة والكأس المحليتين، سيكون أيضا مجبرا على تأكيد هيمنته في هذه المنافسة، لكن بالألقاب والنجوم ليذكر التاريخ مرة أخرى علاقة هذا النادي في القارة السمراء. في منافسة كأس الاتحاد الأفريقي يواجه الأهلي المصري النادي الأفريقي التونسي، فيما يلتقي النجم الساحلي التونسي رجاء البيضاوي المغربي، وأوقعت القرعة كذلك الترجي والصفاقسي التونسيين مع هارتس أوف هوك الغاني وأسك مومزا الإيفواري. للمرة الأولى منذ سنوات ستكون منافسة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم محط أنظار عشاق الكرة الإفريقية بامتياز، ومن دون منازع لعدة اعتبارات منها مشاركة أعتى وأقوى فرق القارة السمراء في ثانية المنافسات من حيث الأهمية على غرار قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إضافة إلى الرجاء البيضاوي المغربي ورباعي الكرة التونسية الترجي والنجم الساحلي وصفاقسي فالنادي الإفريقي. حقيقة أكدتها القرعة الخاصة بالدور 16 المكرر من كأس الكاف التي سحبت بمقر الكونفدرالية الإفريقية للعبة بالقاهرة،
ذات القرعة أسفرت عن صدام محموم بين العملاقين الأهلي القاهري والإفريقي التونسي، موقعة يسعى من خلالها نادي القلعة الحمراء إلى مداواة جراح توديع بطولته المفضلة تشامبيونز ليج، ومن جر عنه بإقالة مديره الفني، طموح قد يصطدم بعزيمة رفقاء جابو الطامحين في مواصلة المغامرة الإفريقية. ولن تقل القمة العربية الأخرى أهمية عن الأولى عندما يستقبل النجم الساحلي ضيف الرجاء المغربي. هذا الأخير أعاد ترتيب البيت بعد الطلاق الودي مع مدربه السابق. بقية ممثلي الأندية العربية تسعى خلال مواجهة الذهاب إلى نسيان خيبة أمل الإقصاء من الشامبيونز ليج وقطع أكثر من شوط نحو دور المجموعات، في صورة الزمالك عندما يستقبل نادي شانغا بلاند المغمور من جمهورية الكونغو، فيما يرحل صفاقسي لملاقاة أساك ميموزا الإيفواري. ومثله الترجي الرياضي الذي ينزل في ضيافة هيرتس أوف هوك الغاني ومثله الترجي الرياضي الذي ينزل في ضيافة هيرتس أوف هوك الغاني. أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم أن بطولة الرابطة المحترفة الأولى ستختتم بإجراء جولة 30 في 29 من ماي الجاري، وقبل ذلك تجرى جولات 27 والثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون بتواريخها 9 و16 و23 من ماي الحالي على التوالي. وبشأن بطولة الرابطة الثانية، قررت الرابطة برمجة الجولة 30 والأخيرة في 22 من ماي الحالي على التوالي. وأشارت رابطة الكرة المحترفة إلى أن مقابلات هذه الجولات عن القسمين الأول والثاني ستلعب في يوم وتوقيت واحد. في أخبار محترفين، أعطى المهاجم الدولي الجزائري إسحاق بالفضيل الذي فسخ عقده بالتراضي مع نادي بارما الإيطالي لكرة القدم موافقته هذا الثلاثاء للالتحاق بنادي طرابزونسبور التركي. وحسب الصحافة المحلية الإيطالية، فقد وافق إسحاق بالفضيل على الانتقال إلى النادي التركي بعد توسط مواطنه وزميله في المنتخب الوطني كارل مجاني الذي يلعب للنادي التركي منذ الصيف الماضي رفقة المدافع الدولي الجزائري السعيد بالكلام. أوروبيا، حسم نادي يوفنتوس الإيطالي موقعة يوفنتوس ستاديوم لصالحه بعد فوزه على ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين لهدف وحيد ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ألفارو موراتا سجل الهدف الأول لليوفي عند الدقيقة 8 قبل أن يعدل كريستيانو رونالدو النتيجة للنادي الملكي عند الدقيقة 27، وعند الدقيقة 57 منح كارلوس تيفاز فريقه هدف التفوق لتبقى التكهنات مفتوحة في هوية المتأهل إلى النهائي إلى غاية الأسبوع القادم في لقاء الإياب. تتجه الأنظار غدا إلى ملعب الكامب نو لمواجهة المنتظرة بين برشلونة وبايرن ميونخ ضمن ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا. برشلونة يأمل في الثأر من الفريق البافاري الذي سحقه في نصف نهائي 2013، في حين يسعى النادي البافاري للعودة بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة بعد أسبوعين. نزيم العربوي. موعد مع الإثارة، تاريخ يكتب في أسوار الكامب ناو، معقل البلاوغرانا، FC برشلونة. بالآلات الألمانية، تنافس على بلوغ نهائي أعرق المسابقات الأوروبية. برشلونة الطامح لكسب رهانات الجبهات الثلاث، مستعد لتصويب مدافعه نحو شباك البايرن عن طريق الثلاثي القادم من أمريكا الجنوبية. ميسي، نيمار وسواريز، وبعد تسجيلهم حصيلة 108 أهداف في جميع المنافسات، سيستغلون أفضلية الأرض والجمهور لزيادة الأهداف ولضمان فوز يسهل عليهم المأمورية عند التنقل إلى ملعب أليانز أرينا في المباراة العودة. أما البايرن
فلا يريد إعادة سيناريو دراغاوا ويتفائل بفوزه العريض في ألمانيا على حساب أف سي بورتو في مباراة ربع نهائية، بالإضافة إلى حسمه المبكر للقب البوندسليغا مستفيدا من خبرة بيب غوارديولا وقراءته لناديه القديم أف سي برشلونة. كتاب التاريخ سيقول أيضا كلمته عندما يدير صفحاته إلى الخلف، فالمواجهات الخامسة التي جمعت البارسا بالنادي البافاري في دوري أبطال أوروبا مالت فيها كفة الألمان، حيث فاز برشلونة في مناسبة واحدة وتعادل في اثنتين بينما خسر أربع مرات. صديق الأمس غريم اليوم، هكذا سيكون عنوان المباراة التي ستجمع بين غوارديولا ولويس إنريكي، مباراة سيتناسى فيها المدربين الأيام التي جمعتهما في برشلونة للتركيز على هدف وحيد وهو بلوغ النهائي. هذا وأعلن نادي برشلونة الإسباني غياب مدافعه الفرنسي جيريمي ماتيو عن مواجهة ضيفه بايرن ميونخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة قدم غدا الأربعاء. وأوضح برشلونة في بيان على موقعها الرسمي أن جيريمي ماتيو يعاني من ألم في قدمه اليمنى ستجبره على الغياب عن مباراة النادي البافاري، وتتوقف عودته إلى الملاعب على تطور إصابته. في المقابل شهدت قائمة بايرن ميونخ عودة المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، حيث توجه اللاعب رغم إصابته بكسور في عظام الوجه مع زملائه إلى برشلونة اليوم الثلاثاء. نعود إلى أخبارنا المحلية، حيث أكد وزير الرياضة محمد تهمي خلال الزيارة التي قادته لولاية بشار على ضرورة مراقبة المشاريع الرياضية خاصة من جانب التسيير وتطبيق القوانين الجديدة. وقال تهمي خلال تفقده للعديد من المشاريع والمنشآت الرياضية بالولاية أن الرياضة ببشار تحتاج إلى الكثير من التنظيم والمتابعة وكذا الاهتمام بنتائج أكثر، منوها إلى ضرورة إعادة الدراسة لمشروع إعادة تأهيل ملعب بشار الجديد وزيادة قدرة الاستيعاب به. تعودنا في تسيير آخر، نكون جمعية في الصباح ونطلب المساعدة في المساء وما كاش محاسبة. عندما نتكلم على محاسبة ماشي باش نضغط على الناس، باش يكون تسيير جيد، تسيير راشد للإمكانيات اللي لابد تروح 100%. عندنا مناطق اليوم، في السابق كان عندنا واحد، اليوم عندنا الله يعلم 18 ملعب تاع لعب القوى. 18 لازم نخدم باش نحقق المستوى العالي. باش نخدم ماشي غير الإمكانيات، لازم تنظيم على المستوى الفرق. فلهذا اليوم أنا نشوف الله يبارك لي جاز يطلبوا غير باش يخدموا. قالت البطلة الأولمبية الجزائرية حسيبة بالمرقة على هامش توقيع اتفاقية بين وزارة الشباب ومتعامل الهاتف النقال أريدو إن ألعاب القوى في الجزائر في تقهقر مستمر، وأن عدد الممارسين لرياضات ألعاب القوى تراجع. القوى في الجزائر راهي في تقهقر يعني رهيب، لأن لو نحصي عدد يعني اللي كانوا يمارسوا رياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني وخصوصا في سنوات الجمر كان العدد تاعهم يفوق 30 ألف ممارس. اليوم نشوفوا أن لما نقول يعني تقهقر في سقوط حر، أن اليوم عدد الممارسين فقط 3000، يعني من 30 ألف نهبطوا ل 3000. ومن بعدين نحبوا نتكلموا على يعني كيفاش نقدروا نلقاو لي طالون. صرح السباح الجزائري جواد سيود عندما حل ضيفا على برنامج ماء بالماء رياضة لقناة الجزائر نيوز أنه من حقه تمثيل الألوان الوطنية لأنه جزائري وليس فرنسيا. جواد صاحب 15 ربيعا وبطل فرنسا لعدد المرات قال إنه لا يحلم سوى بإيجاد حل لمشكلته لتمثيل الجزائر دوليا بعد أن منعه الاتحاد الجزائري من تمثيل الجزائر. هي انا حاب نولي مع ليكيب ناسيونال تاع الجزائر، مي يا دي بيرسون كي فون كو ما نقدرش نولي مع الجزائر باسكو اي فون دي بروميس كي نو تيان با، سي ا بوكو دو بروبليم ا ريغلي او نيفو دو لا فيدراسيون، اي سي دي شوز كي فون كو جو بو با دير اوجوردي كو جو بارتيسيپ افيك ليكيب ناسيونال ا سو جور باسكو جو سي كو سي جو لو فري سا سرا لاريت دو ما كارير دون ان او دو زون.
Nubki, tellement que je suis déçu de ce qui se passe. Là. Ce qu'ils me font, pour eux, je suis là, 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 je suis français. وفي اتصال هاتفي له مع جزائر نيوز أكد المدير الفني الوطني للسباحة أن تمثيل جواد للجزائر سيكون مفخرة حقيقية. أسرة في الاتحادية قل أسرة كانوا شوية قوانين لما زلنا الدق إلى حد الآن أنا مجتمعين على جل ماشي على جواد في عجل قوانين داروا في لادين الأسمبلي اللي ما يخدموش احنا مثلا أنا ليا ما يخدموش السباحة الجزائرية. الجزائر تحقق ولادها في اللي هنا اللي في الخارج اللي في فرنسا اللي في الماريكان سي دي زاجيريان واحد ما يقدر ينحي لهم هذا لو تيتر دالجيريان الوغ مرحبا بهم اون لا وسافا بروفوكي باتا رايحين يبروفوكي لاسومبلي جينيرال اكستراوردينار ابروبو دو سيت ارتيكل. تتواصل تحضيرات نادي رجاء البتني لذوي الاحتياجات الخاصة لكرة الطائرة تحسبا لدورة اللقب الخاصة بالبطولة الوطنية للعبة جلوس، وكله عزم وأمل على كسب رهان اللقب طالما أن الدورة ستجرى داخل قواعدهم. التقرير لمراسلنا من بتنا رضا تيبرماسين. تحذيرات واستعدادات حثيثة يجريها فريق رجاء باتنا على قدم وساق تحسبا لدورة اللقب لكرة الطائرة جلوس الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والتي ستحتضنها باتنا بعد 10 أيام من الآن، كله عزم على إبقاء اللقب داخل معقل الأوراس. التحضيرات راهي تجري جد عادية، يعني عندنا مرحلة البليوف 15 و16 إن شاء الله من هذا الشهر في لهنا في باتنا، وين مرحلة يعني نهائية لتحديد بطل الجزائر، وعندنا نهائي كأس الجزائر اللي حنلعبوه مع فريق محمد بوضيا في وهرن في الجزائر العاصمة إن شاء الله. التحضيرات تجري في ظروف جد عادية، رانا نحضروا يعني طاحوا لنا يعني زوج اهداف اللي مستعدين هذا فتحوا لنا في ظرف وجيز اللي هما نهائي البطوله ونهائي الكاس. التحدي الذي رفعه هؤلاء الشباب تحديا نوعيا في غياب دعم وتكفل مادي من لدن المسؤولين المحليين. تسمى التحضيرات كما ولفنا ما جاتناش صعيبه ولا تحضيرات كما كنا موالفين تسمى جاتنا نورمال مادام تسمى كنا خاطي واحد مثلا دخل واحد جديد ولا تما عندنا درك 3 سنين في ليكيب ما جاتناش صعيبه مي سنه تما درنا ايكيب وحدنا ورانا درنا نتيجه تما درك رانا طلعنا لا فينال كوب دالجيري وبربي ان شاء الله نجيبوها وبليس زيد تما رانا نلعبوا على الشامبيونه. التحضيرات تاعنا ان شاء الله احنا النادي تاعنا هذا تاسس في الموسم هذا رانا نحضروا ان شاء الله الحمد لله تاهلنا لنهائي البطوله الوطنيه وقدرنا نستضيفه هنا في ولايه باتنا بعد تربعنا على المجموعه تاعنا بفضل ذلك قدرنا نجيبوا البطوله نهائي البطوله لولايه باتنا ان شاء الله وعندنا مام نهائي كاس الجمهوريه ان شاء الله في نهايه شهر ماي. احنا مع اللاعبين والطاقم الفني تاعنا رانا في تحضيرات جاده ومساعي حثيثه باش ان شاء الله نجيبوا اول لقب للنادي تاعنا اللي تاسس هذا الموسم. لقب البطوله ان شاء الله راح يكون عندنا هنايا في باتنا باذن الله راح نحافظوا عليه هنايا في باتنا وان شاء الله يكون عندنا هنا في باتنا البطوله هنا ان شاء الله تقعد عندنا هنا في باتنا. تجدر الإشارة إلى أن نصف تعداد لاعبي الفريق الوطني هم لاعبي الرجاء الذين سبق لهم تمثيل الألوان الوطنية في عديد المحافل القارية والدولية كبطولة إفريقيا أفريل 2015 بالمغرب وكذا كأس العالم ببولونيا في شهر جوان من نفس السنة. وقبل الختام نتوقف مع هذه المختصرات الدولية التي أعدها لنا الزميل محرز جلاب. اعترف لويس إنريكي مدرب برشلونة أنه يعتبر مدرب البايرن غوارديولا أفضل مدرب في العالم وأنه سيخوض مواجهة بايرن ميونخ الألماني بمشاعر إيجابية وأنه لا يرهبه. صرح دونغا مدرب منتخب البرازيل أن أوسكار لاعب وسط تشيلسي سيغيب عن تشكيلة بلاده في كوبا أمريكا الشهر المقبل بسبب إصابته خلال الميران مع ناديه بطل إنجلترا. اعترف لويس فان غال مدرب مانشستر يونايتد بأن فريقه يعاني من مشكلة التهديف وأن إيجاد حل عامل أساسي في مشواره للمنافسة على اللقب المحلي في الموسم المقبل.
أعلن نادي كولونيا الناشط في البوندسليغا أن مهاجمه النيجيري أنطوني يوغا توصل لاتفاق من أجل الانتقال لفيردر بريمان بعد نهاية الموسم الحالي. تعاقد الاتحاد اللبناني لكرة القدم مع المدرب المونتينيغري ميدوراغ رادولوفيتش رسميا للإشراف على منتخب لبنان خلال التصفيات المزدوجة والمؤهلات لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وكأس آسيا 2019 في الإمارات العربية المتحدة. تأهلت لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا إلى ثمن النهائي بطولة مدريد للأساتذة على حساب الكولومبية ماريانا دوكي مارينو، وهكذا استعادت شارابوفا بعضا من تألقها بعد خسارتها أمام الألمانية أنجليكا كيربير وخروجها من ثاني أدوار بطولة شتوتغارت قبل نحو أسبوعين. بهذا مشاهدي الأفاضل نصل إلى نهاية نشرة أخبار الرياضة، السلام عليكم.